مشاهدينا الكرام برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب برحب بيك دكتور اشرف عزمي في حلقة بيك. جديدة اهلا بيك بيتر وكمان برحب بكل الاخوة المشاهدين في كل مكان اهلا بيك يا دكتور بنكمل كلامنا اللي مخلصش من الحلقة اللي فاتت آه. كنا وقفنا عند نص الكلام كده واحنا بنتكلم م. عن الرب يسوع المسيح آه وقلنا انه اعظم شخصيه عرفها التاريخ ده صح آه كانت المداخلات انا عارف كتيره وخدت من وقتنا <applause> بس محي. كانت آه. رائعه جدا وبنشكر م. كل اللي كان آه بيت بيتدخل معانا بارائه او باسئلته آه حابين النهارده نكمل في نفس الخط بتاعنا بتاع الحلقه الماضيه اللي كنا بنتكلم فيها عن المسيح وقفنا عند نقطه المعجزات بالظبط هو زي ما زي ما انت ذكرت يا بيتر ان الحلقه دي تعتبر الجزء الثاني في آآ آآ في ردنا على الاتهام اللي طرحه الشيخ سالم عبد الجليل واحنا مش هنرد على الاتهام ده ولا نطالب باي حاجه لكن الاتهام ده اظهر عدم معرفته م. ليسوع المسيح الحقيقي م. وعنده صورة مشوهة قدمها له القرآن أو قدمها له الإسلام عن المسيح وطبعا من حقنا أن احنا نقدم الصورة الحقيقية عن الرب يسوع كما أعلن هو نفسه لنا أولا عنها أكيد. وكما أعلنت لنا الأسفار المقدسة والكتاب المقدس عن شخص يسوع المسيح أكيد فكلمنا عن تفرد المسيح وقلنا أنه المسيح متفرد في امور كثيره جدا ويمكن المره اللي فاتت حطينا لستة بتسع اشياء فالتفرد في طبيعته كشخص نرجعهم يعني. بالظبط انه انه في طبيعته شخص متفرد المسيح هو الاله الكامل والانسان الكامل الله الذي ظهر في الجسد المسيح ايضا متفرد في صفاته له صفات فريدة بنطلق عليها صفات الله يعني انه كل الوجود المعرفة العلم الأزلي ومحب وصالح ورحيم والصفات الصلاح كلها الصفات العظمة فيه وصفات أيضا الصلاح فيه واتكلمنا أيضا عن أن يسوع المسيح هو الشخص الوحيد اللي عاش على أرضنا لكنه لم يفعل خطية كل الذين ولدوا من آدم على شكل آدم عاشوا وماتوا أما المسيح فهو الوحيد الذي لم يفعل خطيه ولم يوجد في فمه غش، الوحيد اللي تحدى كل الجموع وقال لهم من منكم يبكتني على خطيه، الوحيد الذي عاش حياه القداسه وانا دايما بقول اي اي واحد يعني نتبعه يعني من كان يخطئ و و و فيقتل ويسرق ويزني و و ويستبيح و و ال ال الدماء ويستبيح الاعراض ام القدوس البار الذي عاش حياه قداسه وبر ايهما ايهما طبعا الانسان اللي بيسعى الى القداسه والبر هيقول لك انا طبعا أخذ المسيح كمثل اعلى اما الانسان اللي عايز يطلق لشهواته طبعا كل شهواته وكل رغباته ويحققها فيجد مثال اخر غير المسيح يعني آه يعيش يسهل السكه سهل السكه بالظبط ويلبي يعني له احتياجاته ده هيلبيها له هنا وبيقول له هيلبه له هناك. له هناك. يعني عشان يعني كده بنشوف اللي بيروح يفجر نفسه او اللي يروح يقتل نفسه آه اللي بيقول له روح يقتل نفسه بيوعده بي بي بالوعود الابديه بالضبط. الجميله أه؟ علشان كده طبعا بيسلب منهم عقولهم ونروح يعني لموضوعنا هذا الظهر قد اعمى اعين اكيد آه حط كده اعصاب على عيونهم لكي لا يبصروا آه انجيل يسوع المسيح طبعا آه آه نعمه نعمه معرفه المسيح نعمه لا تضاهيها اي شيء هنكمل عن المعجزات بقى المسيح آه. ودايما بيجي سؤال يعني لما بنقرا الانجيل بنقرا عن معجزات المسيح بنقرا عن يسوع الذي كان يقول ويصنع خير بنقرا عن يسوع الذي يشفي يشفي المرضى يسوع آه. الذي يقيم الموتى يسوع الذي يشبع الجياع يسوع الذي يطهر البرص يسوع الذي في كل ما تمتد اليه يده كان يصنع معجزات ويمكن الكتاب المقدس الاربع نجيل سجلت لينا 34 معجزه من معجزات الرب يسوع وهذا هذا طبعا لو حطيناه في الواقع هو قليل جدا لانه لانه الكتاب بيقول لنا انه انه لما كان بيروح مدينه كانوا بيجيبوا كل المرضى وكل الذين هم متسلط عليهم ابليس والعرج والعمي والعصب الى اخر ويجيبوهم قدام ويقول وشفى كثيرين وشفى كل الذين اتوا اليه فانت لما تخش مدينه ولا تخش قريه والمدينه ترتج بسبب دخوله ويجيبوا له كل المرضى فانت تحسب كل يوم العداد بيعمل يعني بيعد قد ايه كام من المعجزات لكن طبعا المعجزات بتاعت الرب يسوع كانت معجزات مختاره يعني التلاميذ اختاروها لما يناسب الغرض زي ما قلنا الاناجيل الأربعة كل واحد كتب لاجل غرض معين ف لكن هدف المعجزات اه هو يظهر رحمه وقدره وعظمه وشفقه يسوع المسيح الذي يتحنن على الجموع وزي ما قلت المره اللي فاتت واحد من الشيوخ قال ايهم ايهما ايهما, أيهما نتابع من من راى الاعمى فعبس وتولى ام <applause> ام من راى الاعمى فمد يده ولمسه وشفاه يعني ده, ده المنطق فالمعجزات بتظهر بتظهر قلب يسوع ومين هو يسوع وعظمه يسوع كمان المعجزات هدفها ايه هدف رئيسي من المعجزات هي انها تؤكد على ان ما قاله يسوع عن نفسه هو حق يعني ايه الكلام ده يسوع قال مثلا في يوحنا خمسه انه هيأتي يوم فيه يسمع جميع الذين في القبور صوت ابن الانسان. يعني كل الاموات هيسمعوا صوت ابن الانسان. والاموات يقومون. وانا وانا لو بسمع كلام الرب يسوع وهو بيقول الكلام ده اقول الكلام ده فين برهان؟ ما انت ممكن تقول اي حاجه زي اللي قال لهم ايه القمر اتشق. مم. كويس فين البرهان ما فيش برهان طب مين يطلع القمر ما حدش بيطلع القمر يعني فهو لما طلبوا منه معجزة ما عندهوش معجزات فالرب يسوع هنا بيقول انه هياتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوت ابن الانسان والاموات سيقومون طيب البرهان على انه كلامه صح مم. فالمسيح اقام موته ده البرهان المسيح وقف قدام قبر العاذر الذي قد انتن وقال له العاذر هلم خارجا. المسيح شاف النعش وهو حامل ابن الارمله كويس ولمس النعش واقامه. المسيح شاف ابنه ييروس اللي ماتت وعمل ايه؟ واقامها. فقيامه الاموات معجزات قيامه الاموات بتؤكد لي على ان اللي قاله يسوع عن نفسه حقيقي. يعني يسوع مش بيقول كلام وبس. مش بيقولوا له اعمل لنا معجزه فيقول لهم انشق القمر طب وازاي نعرف ازاي انشق القمر ومين اللي شقه وشقه امتى يعني يعني انما يسوع لما كان بيقول حاجه كان بيؤكدها بقدرته م. يعني 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 مثلا يقول انه انا بغفر الخطايا طب ايه اللي يثبت ان انت تغفر الخطايا انه هذا الانسان المفلوج مرضه مرضه هو نتيجه خطيه ولاجل هذا قال له قم واحمل سريرك وامشي مغفوره لك خطاياك، فعندما غفرت خطاياه حمل سريره ومشي. يعني يعني برهان واضح واكيد قدام الجموع. يعني حضرتك بتتكلم على شخص مختلف زي ما حضرتك بدأنا من الحلقه اللي فاتت وقلنا انه فريد. فريد في في حاجه يعني انا بشوفها مميزه جدا هي انه كل الانبياء اللي سبقوه وكل الانبياء اللي جم بعده الكذبه كانوا بيدخلوا العالم ينغمسوا فيه ويعيشوا عشته بالظبط ولو مثلا في وقتها الجوازه خمسة عشرة عشرين <applause> شفنا سليمان او شفنا يحلل الحن... ويحلل و... ويزود ويقنن بكلام روحي الهي انه ده كله من عند ربنا ف أوكي يعني عيش بقى وينغمس في حياه العالم طب هل انت جاي علشان تغير من العالم اللي حواليك ومن الفترة الزمنية اللي أنت نازل فيها اللي فيها شرور تغير أنت بقى مختلف أنت جاي بقى أنت شخص مختلف عن كل الواقع ده ولا زي ما بنتكلم على الرب يسوع كده أنه ما انغمسش في, ال... في أكيد أكيد كان في ثقافات كتير طبعًا طبعًا وأكيد كانت كان ممكن ينغمس في الثقافات دي الوثنية وغيرها بنت... آه ويعيش عيشتهم ويسجد لحاجات تانية وي... أو بلاش كده أو يدعو ربنا بس العادات الاجتماعية بس العادات آه فيها صح فده ده ده التفرد اللي احنا بنتكلم م. فيه آه في في مثل عندنا مصري بيقول م. لك ايه فاقد الشيء لا يعطيه لا يعطيه ف, ف اللي فاقد القداسه ازاي يعطي قداسه اصل بالعقل يعني احنا بنتكلم ببساطه آه انا لما اكون قدام نموذج بعبده او بمشي وراه او بستلم منه آه كل حاجه وده المثل الاعلى ليا ونبي او رسولي او الهي او ان كان م. م. والاقيه شبه الواقع اللي هو كان عايش فيه وأوحش. بل بالعكس ده اكتر واكتر م. لا لازم اشغل عقلي واعمل علامه استفهام بزبط. على كل ح... مرحله من مراحل حياته وازاي وز... كان هو مش مختلف بالظبط يعني يعني خليني اقول فكره فكره انه ما قبل الاسلام الجاهليه بيطلق عليه الجاهليه دي فكره غلط لانه ما قبل الاسلام لم يكن جاهليه لم يكن جاهليه يمكن م. اكتر واحد قال الكلام ده كان توفيق الحكيم م. يعني لا اه اسمه ايه طه حسين طه حسين سوري طه حسين طه حسين آه فما قبل ما قبل الاسلام لم يكن جاهليه هو اطلق عليه جاهليه عشان يبين انه كان وحش قوي فهو يعني جه يصلحه لكن فعلا ما كانش ما كانش بالشكل دوّن زي ما متخيل فهو عندما كان في جهابزه عن... يعني آه؟ كان في جهابزه كان في, جهبزة في كان الشعر وفي كل حاجه كل حاجه وكان في قبائل يهوديه وكان في يعني ناس عندها عادات وتقاليد و ثقافات. و وثقافات وثقافات الى اخره فلم ياتي بالجديد يعني زي ما قلت انه فقد الشيء لا يعطيه انا النهارده ما اقدرش اقول للناس مثلا تقدسوا وانا عايش في الخطيه ما اقدرش اقول مثلا للناس انه اصلي وانا ما بصليش كويس ما اقدرش اقول ان اطلب من الناس شيء وانا مش بعمله يعني يعني ولو عملت كده ببقى حاسس بالذنب انه يعني فقد الشيء لا يعطيه م. فلما جه المسيح المسيح دايما يقول لك ايه علشان ترفع واحد من الوحله م. لابد انك تكون فوق الوحله م. يعني يعني لو انا في الوحله معاك عمري ما هرفعك فوق الوحله م. وعندي سلطان كويس عليها لكن لكن لو انا جيت وانا فوق الوحل م. ومديت ايدي وشلتك هشيلك م. المسيح عندما جاء لم يكن متلوث بخطايا المجتمع ولم يفعل كما يفعل الناس ولم يتصرف كما يتصرف الناس، بالعكس المسيح كان كان في كل شيء بيعتبروه ثورجي. يعني يعني حتى في تعليمه لم يعلم كالكتبة والفريسين، كان يعلم كسلطان ونيجي للجزء ده م. نشوف سمو تعليم المسيح، كويس؟ معجزات المسيح كانت ايضا اللي بتظهر مين هو هذا الشخص. فمش ممكن ابدا هذا الشخص بهذا الجمال بهذا الجمال يكون فاسد او ينتج عنه اتباع فاسدين. كويس؟ تاريخ المسيحيه كله دايما هم الأغ... يعني مثلا دايما لما حد يكلمك عن مثلا تقول له مسيحية لا تنادي بالحروب الى اخره، يقول لك مع الحروب الصليبيه. مم. هم ويس. على لسانهم آه. على طول الحروب آه. الصليبيه والغزوات وانا دايما بقول اوكي ممكن 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 ما يدعى او ما يدعون انهم اتباع المسيح ما يكونوش عايشين بالانجيل. مم. انا دايما اقول هات لي نص فيه تحريض من المسيح على على الحرب وعلى الذبح وعلى القتل يعني هات لي نص كتابي يعني ابني يعني عليه هذه العقيده اضيف على كلام حضرتك مش بس ده زمان كانوا يقولوا الحروب الصليبيه ده حاجه قديمه لكن الحاجات الحديثه اللي بيستشهدوا بيها يقول لك بوش لما دخل العراق قال انا شفت رؤيه وحلم انه ربنا بي فدخلوها في حته انه هو بياخد بقى اوامر من ربنا باسم الدين فحتى كان هذا الكلام هو بوش ده الرسول بولس لا 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 هو و... بوش ده كان عنده رساله داخل بيها العلاء أنا... يبشر بالمسيح انا ما عنديش نص كتابي وده الفرق ايوه أنا ك... كمسيحي م. لا يوجد عندي نص كتابي يبيح لي الذبح والقتل والسلب والسبي السبايا و... و... وبيع الأطفال و... 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 وكل الأمور هذه ما عنديش نص أنا النص اللي عندي مختلف كويس اللي انا ببني عليه ايماني بالزبط. انت النهارده لما تيجي تحاسبني على على تحاسب المسيحيه او او ان انت تقيم المسيحيه على منهج تقيم المسيحيه على النص المكتوب اللي انا بمشي وراه بالظبط ده النص المكتوب بيامرني بايه هو دي الحقيقه لان النص ده هو منطلق حياه الناس طلع رئيس او زعيم بقى مسيحي في دوله مسيحيه استخدم اي استخدم حاجه السيف أخرى. والدبابات والرشاشات ده. وبيبيت شعوب فده مش معنى ذلك إنه هو ماشي على الانجيل بالزبط. لا ده هو كاسر الوصيه وكاسر طريق الكتاب المقدس لا يوجد ايمان اثر في حياه المجتمعات ايجابيا كالايمان المسيحي ادي لك مثلا لو الايمان المسيحي مش موجود النهارده ودي دي حقيقه على فكره يعني كل علماء الاجتماع وكل الفلاسفه وكل المؤرخين بياكدوها لو انا ما عنديش الايمان المسيحي كانش النهارده يبقى عندي مستشفيات لان المستشفيات نبعت من الايمان المسيحي المسيح الذي يقول يصنع خيرا ويشفي ويتحنن على الناس لو انا النهارده ما عنديش الايمان المسيحي كانش يبقى عندي ملاجئ أجب الملاجئ بدأتها والمستشفيات بدأوها الرهبان بدأوها قادة حركات مسيحية لتغيير المجتمع من منطلق كتابي فالمستشفيات بدأت بهذا الفكر الملاجئ بدات بهذا الفكر مدارس. انت الملاجئ بس في العالم العربي النهارده بيعملوها لاجل بس تجميل المجتمع عشان يعني ورا ورا حقوق الانسان لكن مش وراها ايمان مم. ما وراهاش ايمان ما يعني حتى عند الـ عند الـ عند المسلم نظرته للـ 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 لليتيم وللارمله نظره دونية مش نظره ساميه انما الكتاب المقدس شجعنا على على الاهتمام بالارامل والاهتمام بالايتام واحنا واحنا يعني واحنا كمان آآ آآ ايماننا المسيحي هكذا لانه م. المسيح كان يقول ويصنع خيرا م. تعال خد مش بس المستشفيات تعال خد الملاجئ خد كمان التعليم الجامعات كل الجامعات العالميه بدات من منطلق كتابي م. من منطلق الكتاب المقدس هارفارد كامبريدج اوكسفورد الجامعات دي كلها بداها مؤمنين م. وبداها رهبان وبعدين تفرعت في علوم العلم الأخرى وتشعبت هذه الجامعات بهذا الشكل فحتى النظام التعليمي العالمي نشأ من ال 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 الإيمان المسيح الصليب الأحمر طبعاً لما تعمل الصليب الأحمر قالك الهلال الأحمر بس الهلال الأحمر ده ما يروحش غير للمسلم آه. واخد بالك؟ يعني آه. يعني يعني الهلال الهلال الاحمر ده ما يروحش غير للمسلم، إنما الصليب الأحمر يروح للمسلم وللبوذي وللغير المؤمن ولكل من هو في احتياجه ده ده الفرق المسيحية كل ما هو لأنه إنسان. المسيح علمنا إن احنا نحترم ونحب م. ونقدر الإنسان بجا... ريجاردلس هو بيؤمن بإيه ولا هو معتقده إيه. المسيح كان بيشفي الناس سواء أمنت به أو لم تؤمن به لذلك الدول اللي ماشية على هذا المنهج والدول اللي اتبعت هذا المنهج بغض النظر عن انه مبدا مسيحي اللي ماشيه وراه حتى لو ملهاش اديان اللي هي مبدا المواطنه اللي بيسموه مبدا المواطنه دول متقدمه دول بتزداد تقدم والعكس الدول اللي ماشيه بمبادئ الدينيه وزي ما حضرتك ذكرت بتعامل بس اللي منها بترجع وبترجع وبترجع كل يوم اكتر واكتر اكبر كذبه بيعيش فيها المجتمع العربي والعالم العربي انه خير امه اخرجت للناس وانا نفسي اعرف خير امه في ايه ما هو يعني ما الغرب يعني نهاردة... بيحقد على على الشعوب يعني العربيه هم النهارده بيقولوا بيقول لك مثلا ايه إنه احنا خير امه اخرجت للناس م. كويس تعالى خد هاخد واحده بس البحث العلمي كويس انهي بلد في العالم النهارده تعتبر نمره واحد في البحث العلمي م. اسرائيل اه اسرائيل اسرائيل تعتبر نمرة واحد نمرة واحد في البحث العلمي الشعب الصغير ده اللي محاط بكل الاعداء من حواليه يعتبر رقم واحد ده فاق امريكا وفاق اوروبا يعتبر رقم واحد في البحث العلمي احنا احنا العالم اللي خرج من عندنا طفش من مصر وربته امريكا وخد جايزه نوبل انت عندك في اسرائيل اكثر من 160 عالم اخذوا يعني جائزه نوبل في العلم والساينس والفيزياء والفضاء وفي كل المجالات احنا احنا هللنا لما نجيب محفوظ خدها في الادب كويس لكن لكن ايه اخرجنا العالم العربي اخرج ايه العالم العربي تخصص قنابل مميته اخرج دواعش واخرج ارهابيين الفكر الاسلامي متفكرين. لم يخرج المفخخين. الا بالظبط لم يخرج الا ما هو في دمار للعالم كله سواء يعني أي بلد ودي دي شهادة أي بلد النهاردة بتطبق فيها الشريعة تعتبر في منحضر الاجتماعات أكيد. على مستوى العالم أكيد يعني يعني خد أفغانستان نزلت خد مصر اللي بيحاولوا فيها نزلت قارن مصر النهاردة بالخمسينات يعني اوقات بيحطوا صور لافغانستان الطلبه في الجامعات النهارده والطلبه في الجامعات من 50 60 سنه خد خد البلاد اللي هي بتحاول تعيش بيقولوا يعني بيقولوا ان مصر الدوله الوحيده اللي لو رجعت تتقدم يعني <تصفيق> 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 وده مأساة احنا العقول المصريه يعني المصري ده اللي ابدع في 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 ثقافته المصري اللي كان زمان يعني رجل علم ورجل م. فلسفه ورجل فضاء ورجل فيزياء ورجل يصنع الموميا يعني لحد النهارده لا يستطيع العالم ان يدرك ازاي المصري كان بيعمل كده الرجل اللي بنى الاهرامات دي واللي عمل كل هذا العظمه النهارده راح فين عشان كده في في حلقات عملها حامد عبد الصمد كانت جميل جدا من الذي سرق مصر مين اللي سرق مصر مين اللي سرق مصر فكر فكر الاسلامي سرق مصر ودمر مصر. ده ده الفكر. انت عايز تحكم على فكر، احكم على مدى تاثيره على المجتمع. احكم على مدى تقدم المجتمع، احكم على مدى الامان اللي عايشه المجتمع، احكم على مدى الاحترام اللي عايشه المجتمع. احنا كل بلادنا الاسلاميه كلما تتاسلم كلما يزداد فيها التحرش وكلما يزداد فيها الفساد. كلما تتاسلم يزداد فيها فتقول لي بعد كده انه المسيحية فاسدة وأنها عقيدة فاسدة بأي منطق خد, خد الكريتيريا دي خد المقاومات دي قول لي على أي أساس بنيت أنه الفكر ده غلط والفكر ده صح ما يبقى لازم عندك دليل قيس المجتمع اللي بيؤمن بالفكر اللي انت بتؤمن بيه وقيس المجتمع الذي لا يؤمن بالفكر اللي انت بتؤمن قيس اليابان البوذية خلي سيبك من البلاد المسيحية قيس اليابان اهي بوذية كويس واحدة من نعم اليابان انها لا يوجد فيها اسلام. يعني 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 لانه دايما بيرجعك لورا. حتى الديانات الاخرى طلعك لقدام ده بيرجعك لورا وبعدين تيجي في الاخر تقول لك عقيده فاسده؟ احنا اصحاب العقيده الفاسده؟ ده انت ده انت لما بتمرض ما بتروحش غير مستشفيات اجنبيه. المانيا وفرنسا بتكلم جد لو مرض مش هيخش مستشفى فيها مش هيروح السعوديه ولا هيروح مثلا افغانستان. ولا هيروح الصومال ها هيروح فين؟ يروح عند البلاد بلاد الكفره الملي. اللي على العقيده الفاسده عشان يعالجوه الساعه اللي لابسها ساعه سويسريه ها اللابتوب اللي بتشتغل عليه ما انت ما تعرفش تعمله ابل العربيه اللي بتركبها كان المفروض تركب ناقه مش م. عربيه م. يعني يعني المبو... الموبايل اللي انت اللي شايله الموبايل النهارده شايل... مش بتاعك شايل معاك كل حاجه فانت يعني. فانت بتحكم و... بتحكم على اي اساس؟ ايه اللي انت بتفيد بيه العالم؟ انت ما فدتش العالم بحاجه ما تقدرش تحكم على العالم ان دول عقيده فاسده لانه مش بيؤمنوا باللي ده نشكر ربنا ان احنا مش بنؤمن باللي انت بتؤمن بيه لان احنا كنا نبقى ورا او العالم يبقى ورا يعني انا بشوف ان العقيده الفاسده فعلا ملخص كلام حضرتك هي العقيده اللي المجتمعات فيها فيها اطفال بتغتصب مش أه. بس تحرش يمكن التحرش ده بنسب متباينه في العالم موجود دول قليله دول اكتر يعني هتلاقي برضو ولو واحد في دوله بس اطفال تغتصب في دوله المفروض انها دوله عقيدتها غير فاسده وعقيدتها طاهره فيعني ده واحده بس من الحاجات أنت اللي انت عارف في مجتمعاتنا مثلا زي المجتمع الامريكي اللي احنا عايشين فيه انت لما واحد بيبقى مثلا بيسموه سيكشوال هارسمنت او انه يعني تحرش بحد وخد قضيه كويس لما بيسكن بيسكنوه بعيد عن المدارس ويحطوا له ويقعدوا يراقبوه سنين طويله. سنين طويله وممنوع يعمل حاجات معينه وبيتحط اسمه في صفحه بحيث ان انا لو انا رايح اسكن في المنطقه اللي انت فيها، المنطقه السيتي اللي انت ساكن فيها، انا رايح اسكن فيها، انا ممكن زي ما بشوف المدارس اخبارها ايه؟ بشوف ايضا فيها كم واحد اتهم بهذه التهمه، لانه بيتحط ويقول لك ما تسكنش جنبه. دي البلاد دي البلاد اللي ايه؟ اللي هو بيقول انه ايمانهم ايمان 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 فاسد. انما انما في مصر انا عايز اسال الشيخ سالم عبد هل يامن لزوجته وبناته ينزلوا الشارع لوحدهم؟ في مصر الاسلاميه؟ هل يامن؟ ما يامنش. ليه؟ ليه ما يامنش؟ ليه ما بيفكرش؟ لان العقيده العقيده بتبيح له هذا. عقيدته بتبيح له كده. يعني ايه المشكلة؟ انه 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 يعتدي انه يعاكس انه يتحرش انه آه حتى الاطفال الصغارين حتى الاطفال الصغيرين لانه لانه هذا هو المثل الذي يعيش به ويتمثل به انما احنا بنتمثل بمين؟ بالرب يسوع م. القدوس البار الطاهر النقي اه احنا وحشين إحنا مش كاملين بس عندنا مثل أعلى بنحاول نبقى زيه وبنتعلم منه ولما بنعمل حاجة غلط بن... بنشعر بالندم وإن إحنا أسأنا إليه كويس لكن لكن أنت عندي نموذج عندك نموذج نموذج أفتخر بيه بالظبط حتى لو أنا وأنا عمري ما هبقى زيه ومش ممكن هيجي لا يوم وابقى طيب. زيه لان احنا بنتكلم على نموذج كامل من منكم قال كده من منكم يبكتني على خطيه؟ احنا كل يوم بنخطئ بس عندي نموذج بتطلع كل يوم بـ بـ بسلطانه وبقوته هو طح. انه يغيرني واكون كده. دي حقيقه. آه يعني نكمل الجزء كلام المعجزات. كلام يعني <تصفيق> <تصفيق> انا عارف انه ك... المنطقه دي مليانه كلام كتير المنطقه <applause> دي مليانه كلام بس عارف. المنطقه دي للاسف ما هو أنا فعلا بصلي إنه إنه إخواتي المسلمين يعني الرب يفتح عيونهم م. لأن إحنا بنتكلم على أمور أبدية مش بنتكلم على أمور وقتية يعني يعني موضوع الإيمان ده موضوع أبدي يعني آآ آآ وأنا لازم لازم أشوف الله إذا كان الله قدوس فأكيد لما هيبعت لي حد هيبعت لي حد قدوس كويس واكيد لما يعايزني اعيش حياه القداسه والبر والصلاح والامانه والتقوى كويس الله لا يتهاون مع الخطيه ولا ولا يترك الخاطئ اذا استمر في خطيته دون عقاب فالموضوع موضوع ابدي ولما اروح لما اروح عنده انا مش رايح نايت كلاب للاسف إخوة المسلمين رايحين نايت كلاب مش رايحين سما، ده نايت كلاب، ده اباحة. ده 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 كل ما هو محروم منه ومنعوه لهم في الأرض حطوه لهم فوق. يا أخي لو لو الخمرة كويسة وخلها لهم فوق ما تديها لهم تحت وتخلص. يعني 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 مش عارف بصراحة أنا مرة فكرت يعني في الحكاية دي يعني طب ليه هي ليه حرام تحت وحلال فوق يعني؟ يعني يعني كان يعني سما سما جسدية شهوانية جنسية مقززة بأمانة اللي يفكر فيها يعني 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 يقشعر ايه ده ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ يعني يعني اين 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 الله وقدسته اين انت؟ احنا بنتكلم الناس دلوقتي فين انت من تفكيرك في الامور دي بعقلك انت؟ وعلى فكره هو اللي هيشيل شيلته كل واحد هيشيل شيلته يعني يعني أنا يعني انا مش مع حته انه لا انا ماليش ذنب اني اتولدت كده و... انت الكتاب قال لنا كده انت بلا طيب عذر ايها الانسان يعني. لانه الله لم يترك نفسه والله لم يترك نفسه بلا شاهد م. الله ادالك عقل تفكر بيه الله ادالك كتاب تقارن م. الله ادالك تعليم تقارن بينها الله وضع قدامك اشخاص انه هانا ده وضع امامك الشر او, الـ أو سوري الـ 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 الخير فاختر الحياة فاختر الحياة الموت مم. والحياة مم. يعني أنت أنت شايف إنه في طريق لو مشيت فيه وعدك للموت طب أنت ليه تعيشه؟ يعني في ناس تقول لك لا أنا مكمل زي أهلي وأجدادي وأجداد أجدادي وهم مصيرهم كان أنا مصيري زيهم و كل واحد هيحمل عذر أو أو شلته كل, آه كل واحد مع شلته يعني أه بشلته يعني يعني أنا لا أستطيع أن أقول إنه آه أهلي وألوم أهلي كويس لكن ربنا اداني حتى حتى المؤمن حتى المسيح الاسم طبعا كويس هو موجود موجود وربنا بيكلمه برده يعني يعني الانسان اللي بس اللي اسمه جرجس وسمعان ومسمار البطاقه وخلاص البطاقه ده مش معناه انه هو مسيحي ده يمكن متدين زي اهله لكنه ده مش معناه انه هو ابن الله لانه الذين قبلوا اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله فلازم يقب الشخص يقبل المسيح مخلص شخصي علشان تكون له حياه دي دي دي, دي البدايه دي الولاده الثانيه. امين نكمل كلامنا يعني <applause> نكمل كلامنا معجزات المسيح ظهر فيها الخلق انه ان المسيح عندما يرى الاعمى في يوحنا تسعة ويقول الكتاب مولود اعمى يعني ايه مولود اعمى؟ يعني اساسا الجزء ده مش مخلوق ده مش مكان موجود وباز لا ده مش موجود اساسا م. وانه انه يضع ويخلق من جديد ده خلق ولما الرب يسوع عمل الطينه دي وحطها على عينه كانه بيربط ما بينه ما بين الهيم م. اللي جبل من التراب وخلق ادم كويس فالله الخالق والخلق ده لا يصنعه الا الله الله لا يعطي حاجاته لحد حدش يعملها غير الله العنايه الله بيعتني انه الله بيعتني بمخلوقاته، الله بيعتني بالطيور السماء، الله بيعتني بالانسان، الله بيشرق شمسه على الاشرار وعلى ال الصالحين الرب بيعتني بيعتني بكل حاجه، يعني الحاجه الثالثه في في هنا غفران الخطايا، دول ثلاث حاجات بيظهروا انه معجزات المسيح هي معجزات الله نفسه. اظهرت الخلق والعنايه وغفران الخطايا. معجزات المسيح تؤكد انه وحده القادر على ان يعكس ويحول نتائج الخطيه من مرض وموت. المرض والموت دخلوا نتيجه ايه نتيجه الخطيه الوحيد اللي بيعمل ريفيرس ليهم يعكسهم هو الرب يسوع عندما ينزع الموت وعندما يقيم من المرض هو بيعمل ايه بيعمل ريفيرس. بيغير من الى بالظبط دي النقطه اللي كنا بنتكلم فيها يا اسيس انه اللي بيجي يغير حاله يعني دخل بيوت مرضى كتير خرج منها وسابهم مرضى لا استحاله يبقى انت بقى زينا يبقى احنا زي بعض يبقى ما فيش فرق بيننا وبينك فالنقطه دي نفسي انوه ليها قوي انه اللي بيغير حاله الانسان من شاول الى بولس من زانيه الى انسانه تبشر بالظبط في مدينتها عن انسان قال لي كل ما فعلت كل ما فعلته مبسوطه ليه؟ طب بتفضحي نفسك؟ لا انا اتقابلت مع شخص غير حاجه جوايا فكره من الموت الى الحياه من الخزي والعار الى الجهار صح بالنعمه يعني م. نقطه هامه جدا يعني قلنا المسيح بيعمل يعني بينقل من الموت للحياه وانه انه بيعكس نتائج الخطيه، اجره الخطيه زي ما قال لنا الكتاب هي موت هي الموت كويس وبالخطيه دخل المرض والالم الى العالم، معروف كده يعني بالخطيه دخل المرض والالم الى العالم. المسيح بقى من خلال معجزاته برهن على انه هو نعم هو وحده الذي يقدر ان يعكس او يبطل هذه النتائج، عشان كده يقول ابطل لنا ابطل الموت مم. وانار الحياه والخلود مم. بواسطه مكان يقول ابطل الخطيه وابطل الخطيه <applause> ف زي ما قلت المسيح كمان قال انه سيقيم الكل في وقت الدينونه طب ايه اللي يبرهنني يعني على انه كلامه صح اللي يبرهن لا تتعجبوا من هذا فانه تاتي ساعه فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامه الحياه والذين عملوا السيئات الى قيامه الدينونه وكانه الناس اول ما بتسمع الكلام ده بأي سلطان تفعل هذا <applause> انت يمكن بتكذب علينا مش بتقول الحقيقه انما معجزاته بقى كيف نتاكد من ان المسيح فعلا صادق في كلامه؟ لانه المسيح لو اثبت صدق كلامه كويس آه يبقى نستطيع ان نثق في كل الامور الاخرى اللي قالها. فنتاكد دوًا من خلال العمل اللي عمله. ما يؤكد صدق المسيح هو معجزاته. معجزات قيامة الأموات تبرهن على انه له السلطان على الموت. ما محدش هي... هي... هيطلع الأموات إلا إذا كان له سلطان على الموت. اقوى من الموت بالظبط ومش بس برهن بال... باقامته للاموات ده برهن مع نفسه بقيامته هو من بين الاموات هو من بين الأموات. فانت فمن يقدر ان يقيم الميت بكلمه؟ م. اللي يقدر يقيم الميت بكلمه يستطيع ان يقيم الاموات كلهم ايضا بكلمه في ساعه الدين الاخير يعني اذا كان قال العاذر العاذر هلم خارجا فهو يستطيع ايضا بكلمه في نهايه الزمان ان يقول للاموات كلهم ايه؟ هلم خارجا اذا عملها الواحد يقدر يعملها ايه الكل وبعض المفسرين يقولوا أنه هو نده بالعازر باسمه علشان لو كان ما قالش اسمه كانت ممكن القبور دي كلها تفضل الب... ملايين طالعه من القبور يعني <applause> اقامه ابن تييروس اقامه ابن الارمله اقامه العازر والثلاثه خلي بالك كمان في هنا فرق كويس قوي نقوله ابن تييروس كانت لسه ميته كانت لسه على السرير في بيت ابوها. م. يمكن بقى لها ساعات. كويس؟ يمكن لو مسكت جسمها تلاقيه لسه طازه يعني طازه. م. ابن ارمله يايين الي... ي... ي... كان اوريدي خرج من البيت وفي الطريق للدفن. يعني عدى وقت اطول. وقت اطول من ابنه ياروس. اقامه العازر ده اربع ايام. أنت. ده خلاص يعني يقول لك ده مات خالص <تصفيق> <تصفيق> يعني ده ده انتن مش بس انه مات ده انتن انتن ف ف المسيح اقام كل هؤلاء وده يقول لي على انه المسيح يستطيع ان يقيم اللي لسه ميت المسيح يستطيع ان يقيم اللي بقاله فتره ميت المسيح يستطيع ان يقيم اللي بقاله مئات السنين والاف السنين ميت لدرجه انه لما ياتي وقت حتى البحر مش مش في ناس ماتت في البحر والسمك كلها كويس هيقوم هيقوموا البحر هيسلم الاموات بتوع دي ليه لانه ده صاحب السلطان ده اللي بيخلق ده اللي بيقيم ده اللي بيصنع كل هذا دي معجزات دي معجزات الرب يسوع. الرب يسوع في تعليم ندخل على تعليم الرب يسوع في منطقه مشهوره جدا هي الثلاث اصحاحات بتوع الموعظه عن الجبل بالتاكيد دي اهم تقريبا يعني باكج على بعضهم كده يعني بياخدهم ناس كتير قوي نموذج اه يعني صوره جميله يعني ما هو اي ملك بياتي م. بيبقى عنده خطاب التنصيب بتاعه م. يعني فبيحط فيه المبادئ الحكم اه بتاعته وانه هكذا تكون يكون اتباعي وهكذا يكون ايضا ملكوتي فلما نيجي للموعظه على الجبل هي بنفس الصوره هي مبادئ الملكوت هي صفات ابناء الملكوت هي مش امنيات المسيح بيقول لا اتمنى ان انتوا تكونوا فيكم كده لا دي صفات المسيح بيقول انه لابد ان تكون موجوده فينا هذه الصفات كابناء للملكوت مم. والا ما نبقاش ابناء الملكوت فلما نيجي مثلا للموعظه على الجبل يقول توبر للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات العالم عمره ما طوب المسكين العالم دايما يطوب الجبار المفتري ياه لو انت مفتري وقطع طرق كويس آآ آآ يعني انما المسكين العالم ما بيجيش دايما في صف المسكين كويس المسيح يقول طوبى للمساكين والمساكين بالروح الشخص الذي كل اتكاله وكل اعتماده على الله لا عنده فلوس ولا عنده اقرباء ولا عنده سلطه ولا عنده اي استند عليها وعشان كده صراخ المسكين مش بيصل للسماء بس بيزلزل السماء ده بيطير للسماء م. يعني يعني الله بيسمع صراخ المسكين م. وان كان الله بيتمهل وبيتأنى فهذا لكي يعطي للإنسان فرصة للتوبة م. ان كان ربنا بيتأنى فبيعطي للإنسان الوحش فرصة للتوبة. لكن المسكين هذا المسكين صرخ والرب إيه؟ استمعه ومن كل دقاته خلص. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. طوبى للودعاء الوديعة الإنسان اللي اللي بيترك حقوقه. الإنسان اللي بيضع الآخرين قبله. الانسان اللي طموحه دايما هو انه يرضي الرب زي المسيح نفسه بالظبط لأنهم يرثون لأن الارض لاني وديع ومتواضع هو بالزبط. نفسه قال عن نفسه وديع بالظبط طوبى الجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون م. يعني يعني لو قارنت دي بقى بالمفجرين انفسهم هم ليسوا جياع وعطاش الى البر هم جياع وعطاش للشهوات بتاعتهم لبحور لبحور الخمر, الخمر والحريات وإلى اخره لا لا يوجد جوع ولا عطش للبر ولا حتى بيعملوا دون لله هم بيعملوا لانفسهم هو بيفجر نفسه ليه مش لله يعني يعني دي كذبه على فكره كبيره يعني لما بيروح يفجر نفسه هو مش بيفجر نفسه لله هو بيفجر نفسه ليه هو لان هو عنده رغبه عايز يروح لها يعني حتى حتى الانانيه في فعل الشر يعني يعني توبه للرحماء لانهم يرحمون دي تعليم المسيح توبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله توبى لصناع السلام لأنهم أبناء الله توبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات توبى لكم إذا عيروكم وتردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة وإحنا بنقول للشيخ سالم وكل الذين يقولون كلمات شريرة على الكنيسة وعلى المؤمنين وعلى المسيحيين في كل مكان نشكركم وبنصلي لأجلكم لأنه الكتاب قال لنا طوبى لكم إن عيروكم وتردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. يعني من روعة الكتاب بجد إنه مش مثلا قال آه استحملوا إذا قالوا عنكم آه ما يعني ما تزعلوش إذا قالوا عنكم لا ده قال يا هناكم طوبى لكم يعني يا هناكم طب فين الهنا هنا؟ <applause> يعني فين السعادة هنا؟ يعني ده سؤال يعني في ناس ناس مسيحيين بسطاء فين السعاده والهنا انه لما يقولوا عليا كل كلمه شريره ويعيروني من اجل اسمك بس انا بغضب وبرد وببقى عايز اخد رد فعل مختلف خالص آه الانسان اللي يعرف الرب يسوع يعرف جيدا انه آه ان هناك مكافاه سماويه وانه الابديه لا تقاس ابدا امام السنين القليله اللي بتعيشها في الارض م. فنعيشنا عيشنا في الارض 60 70 80 سنه هي لا تساوي شيء امام الابديه م. لا تساوي شيء ما تساويش حاجه بجد يعني من في الزمن لا تساوي شيء م. يعني حتى قطره في المحيط هي اقل من قطره في المحيط فيا لسعاده هذا الانسان لانه ليه اجر في السماء انه انه من اجل الرب بيحتمل التعيير. ده الثاني بقى من اجل الله بيقتل الاخرين. واخد شوف المقارنه كويس؟ ومن اجل نفسه بيقتل بي 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 الابرياء. انما هنا يقول لك اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمه شريره من اجلي. شوف بطرس ويوحنا لما اتجلدوا ها؟ م. يقول لك رجعوا فرحانين لانهم كانوا اعتبروا نفسهم غير مستاهلين يعني احنا ما نستاهلش احنا مين احنا عشان يحصل لينا كده من, من اجل أجلك. اسم المسيح لكن يا لسعاده هذا الانسان لانه أجركم, اجركم عظيم في السماوات اجركم عظيم في السماوات عشان كده المسيح المؤمن ما بيخافش ولا يهاب يعني حضرتك تقدر تقول للي بيدور بي على حقه وعايز حقه وانا تهنت كمسيحي او كده انت اجرك مش هنا حقك مش هنا انت ليك حق اعظم من ال... حتى لو اعتذروا لك في القنوات وقالوا لك احنا اسفين ايها المسيحي آه يعني حقك فوق راسنا احنا بنعتذر في كل يوم يطلعوا يقولوا لك كده برضو ده لا يساوي بالزبط. او لا يقارن بالاجر العظيم اللي انت هتناله لسه في السماوات يعني يعني آه كنت هقول لك ايه ال ال التعليم الكتابيه فعلا يعني كلمه ربنا على نقيض على نقيض من الاخر من الفكر الاخر و... وانه لما يقول الكتاب انه طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم اه هل التعيير مؤلم؟ مؤلم هل الطرد مؤلم؟ مؤلم يعني الاخوه اللي طردوا من العريش الايام اللي فاتت اتهجروا من بيوتهم واتهجروا من بيوتهم واجبروا على ترك بيوتهم وقبل كده الاخوه اللي اتهجروا من بيوتهم في سوريا او في العراق او في غيرها م. متالمين اه متالمين وحياره وتعبانين ما بقولش انه ده ما بيلغيش الالم الارضي والمعاناه الارضيه صدقني لكن لكن فعلا يهناهم الـ الـ يهناهم والحاجه الثانيه ان ربنا ما بيتركهمش م. ربنا مش بيترك اولاده ابدا حتى لو حتى لو دول شوف ما انا قلت قد قد يعني قد يصبر الرب قد يطيل اناته لكن اه لو مد ايده كويس وده اكبر دليل عندنا مصر فرعون اه لما الرب بيمد ايده يعني الرب بيصبر عشان تدخله صعب وبيغضب بيغضب يعني يعني لما الرب يغضب وانا خائف انه اللي احنا شايفينه في العالم العربي ده يكون غضب لانه في ظلم في ظلم فعلا في ظلم بقاله سنين واقع على ناس سنين طويله وناس ظلمت وطردت وتشردت واستبيح دمها واستبيح عرضها ويعني وتعاملت معامله غير انسانيه آه كل ده كل ده كل شيء تحت السماء ول ما يتعلمش من التاريخ مم. يبقى عنده مشكلة ما هو الشيطان ساقط تاريخ دايما يقولوا الشيطان ساقط التاريخ اه اللي ما يتعلمش من التاريخ عنده مشكلة مم. عنده مشكلة كبيرة أوي احنا لازم نتعلم من التاريخ حتى حتى أقول لك يعني يعني أنا عارف أن هناك أيضا ظلم حتى في البوليس المصري وكان في ظلم قبل الثورة كان في ظلم اجتماعي وكان في ظلم سياسي وكان في ظلم قضائي و... وياما ناس فقدت حياتها واتألمت جوه مراكز الشرطه في مصر. لما قامت الثوره قامت, إيه قامت على الظلم قامت على الظلم قامت على الظلم واكثر ناس اتألمت ايام الثوره هم الشرطه. م. انا النهارده لما اشوف الشرطه بترجع تاني زي زمان بقول ما بتعلمش من التاريخ. بس دايما الدرس التاني بيبقى اقوى من الاولاني. زي ما حضرتك ذكرت فرعون ما كانش بيتعظ ضربه في الثانيه الثالثه وكل مره بيقصر الرب في قلب فرعون بالظبط طب يعني انت المفروض تتعظ يعني لا ما هي ما دي الفكره انه زي ما انت بتقول الشيطان سائق تاريخ ده سائق تاريخ وجغرافيا وحساب وكل حاجه <تصفيق> 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 نيجي للجزء الموعظه على الجبل دي اجمل واسمى ما سمعته البشريه من تعليم لا يقارن باي تعليم اخر <تصفيق> <تصفيق يعني ما تحط تعليم اي فيلسوف او اي معلم اخر أمام هذه التعليم اللي نادى بها المسيح، ففي سموها فقد كل منطق منطق البشر. كويس؟ وفي عمقها تتحدى الإنسان وترج كيانه، يعني يعني على الجبل لما يسمعها الإنسان لأول مرة، فعلاً بيرج لأنه بتعكس مبادئه، هي عكس المبادئ البشرية، عكس المنطق البشري. كويس؟ هنا يتكلم المسيح الذي من السماء بكلام السماء. مسيح هنا لانه من السماء بيتكلم بكلام السماء. شوف الاخ اندرو حبيب م. مقدم برنامج انا مش كافر م. وهو من مصل... من خلفيه اسلاميه قال, قال, قال حاجه جميله جدا مره كتبها على على الفيسبوك وانا خدتها, خدتها منه قال ايه؟ فرق كبير جدا بين واحد في ثمان سنوات قام ب 28 غزوه وتعريف كلمه غزوه لغويا هو السير إلى محل إقامة الآخرين وقتلهم ونهب غنائمهم وأرسل ما يقرب من ستين سرية وحرض على قتل الكثيرين وواحد آخر في ثلاث سنوات فقط علم الدنيا كلها أسمى رسالة يتغنى بها العالم رسالة الحب لأن الذي من فوق هو فوق الجميع ولأنه من فوق فهو يتكلم بما هو سامي وله علو السماء لكن الذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم سيظل المسيح منفرد في علوه ومنفرد رسالته فهي تعلو علو السماء فليصمت الجميع لأنه هو المسيح كلام جميل آه جدا يعني وده شخص دارس رائع جداً. وعمل مقارنة وأكت واللي أكتر وأ وأجمل من أنه دارس إنه داء بالظبط داء حلاوة المسيح مش باحث وخلاص لا 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 ده داء ده اختبر الشخص اللي بيتكلم عنه فالمقارنة دي جت أوتوماتيك بالظبط يعني مش واحد قاعد بقى يفتش في الكتب ده مين وده مين الأخ رشيد ليه برنامج جميل صغير كده اسمه مفارقات م. يعني دايما يعمل يجيب حاجة آه ويحط قدامها تعليم مقابل مقابل بتاعها في تعليم برنامج برضه جميل جدا بيحط فيه المفارقات دي ونفس الشخص اللي بيسمعنا انه هو الرب ادالك عقل انه ادالك فكر ادالك ادالك حريه اختيار ادالك ان انت تقرر قل لو انت مش عارف قول له يا رب انا مش عارف ساعدني ان انا اعرف يا رب انا في حيره يا رب انا محتاج الى الى معونه من عندك صدقوني صدقوني الرب يعني بيشتاق الى قلوب بهذه الرغبه الصادقه ساعدني عشان اعرف الحق ساعدني ان اعرف الحق إنما إنما الكلام ده فعلاً كلام حقيقي. رائع جداً. طبعاً تفرد المسيح في صلبه وفي موته، موت المسيح وصلبه لم يكن لأنه آآ آآ صنع شر. يعني 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 ولم يكن لأنه في فمه غش. المسيح لم يمت كمجرم من المجرمين، المسيح هو الشخص الوحيد اللي عاش على هذه الأرض وتنبأ بالتفصيل عن طريقة موته وزمان موته ووقت موته وحتى المتدخلين في موته. وحتى اللي منعوه من موته بالظبط كانوا بيظهروا في الظاهر محبة. محبة، احنا بنحب بطرس، حاشاك يا لكن هو لا هو رايح لده. بالظبط. فانت لما تيجي مثلا الوحيد الذي تحدث عن موته بالتفاصيل، ابن الانسان ينبغي ان يسلم وينبغي ان يجلد وينبغي انه يرفض و ويموت. وفي اليوم الثالث يقوم, يقوم ودي قالها متى ومرقس ولوقا ويوحنا مرات ومرات الوحيد الذي تنبأ عن موته مين اللي يعرف ساعة موته؟ مين البشر يعرف طريقة موته؟ ما حدش ده بالعكس ما يعرفش وبيهرب و و يعني لو جاله يعني أي خطر يهرب اه اه يعني 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 فالمسيح أتى لكي يموت ده, ده الغرض الأساسي أنه مجيء المسيح إلى عالمنا جاء لكي يموت ليه يموت اللي هو شوف على قد ما الغرض ده سامي وفي خلاص الانسان على قد ما ابليس بيحاول انه يشوهه ويبعد الانسان عنه، يعني المسيح جاء لكي يموت وهو يقول لك وما صلبوه. م. يعني 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 فينفي عنه الصلب. م. هو اساسا جاي ليموت. لا هو يقول له جه بعد 600 سنه يقول لك لا ما صلبوه. يعني موت المسيح هو موت نيابي عن الخطاعه. موت نيابي. المسيح مات نيابه عن خطيانا عشان كده اجره الخطيه موت اجره الخطيه موت والمسيح مات من اجل ان يعطي لنا حياه يكون بموته لنا حياه موت المسيح هو برهان على محبه الله زي ما الله عادل كويس الله ايضا محب هكذا احب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه عند موته الشخص الوحيد اللي عند موته حصلت امور فوق طبيعيه. زلزله ظلمه انشق حجاب الهيكل وبعدها قام كثيرون من الذين في القبور ودخلوا م. المدينه يعني يعني آآ 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 الاحداث العظيمه دايما يتبعها امور فوق طبيعيه وموت المسيح هو حدث تاريخي عظيم جدا لانه برهن على محبه الله وبرهن على عداله الله وقدم لنا الخلاص بموته يعني بموته صار لنا الخلاص تفرد المسيح في قيامته اين بوزا اين محمد اين ماركوس كويس اين كل الفلاسفه وكل المؤسسين الاديان الاخرى اين هم في قبورهم في كبرهم أين المسيح حي طب يعني بالمنطق أيهما يتبع أتبع الميت أم أتبع الحي ما هو لو ميت مش هيعني وأنا في ضيقة مش هيقدر يساعدني ده هو ميت هو بالضبط هو ده يمكن في حالة أسوأ مني لأنه هو خلاص بح يعني اختنده <applause> كويس أما أنا ما مين يجي يعني مين الذي يستطيع أن يعيننا في ضيقنا وفي ألمنا وفي معاناتنا وفي رفض العالم لنا وفي احتياجاتنا مين الذي يستطيع أن يشفي مرضانا ويقيم موتانا مين الذي يستطيع أن يعين الكنيسة ويكون لها معين في وقت الشدة وفي وقت الألم مين لازم مين؟ شخص حي بالضبط لازم ما ده اللي احتاجه ده اللي يوحنا الحبيب لما كان في جزيرة باتموس وبعدين يقول كنت في الروح في يوم الرب وبعدين رأى رأى الرب يسوع المسيح يقول وسقطت قدامه كميت فوضع يده علي وقال لي لا تخف انا انا كنت ميتا والان حي وحي الى ابد الابدين يعني انا معاك يا يوحنا حتى في الجزيره اللي وانت منفي فيها انا معاك وانا بقول لاخواتي اللي تشردوا سواء في العريش او غيرها يمكن احنا مش معاكم احنا بشر مش معاكم م. يمكن احنا اه بنتالم وبنصلي لاجلكم لكن احنا مش معاكم لكن الوحيد اللي معاكم هو الرب يسوع م. بقول لاخويا المس... لاخويا المريض او التعبان او المتالم يمكن يمكن احنا مش قادرين نعمل حاجه لكن هو يستطيع ان يصنع كل شيء ولا يعسر عليه امر فالمسيح كل البشر عاشوا وماتوا اما يسوع المسيح فهو وحده الحي الذي قام من بين الاموات الحاجه الاخيره طبعا م. ودي بختم بيها عن تفرد المسيح في امور كثيره طبعا يعني احنا لو قعدنا نتكلم أنا عارف. نتكلم كثير عن أنا عارف. عن بنعدي. بنعدي عن اجمل بس كده. عن اجمل عن اجمل اجمل ما في الوجود م. شخصية يسوع المسيح اللي قال عنه بولس الرسول انه احسب كل الاشياء نفاية من اجل فضل معرفته انا يعني يعني كل شيء ليس له قيمه قدام معرفة المسيح دي لمحات سريعة بالظبط يعني. المسيح كمان هو الطريق الوحيد للخلاص كل اللي أتوا آه قالوا لك اعمل كده عشان تخلص اعمل دي عشان تخلص لو انت عايز تروح آه الجنة اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طب مين يساعدني يعني, يعني, يعني حتى اي واحد حتى في, سوري في الاسلام كويس مهما عمل هو برضو غير ضامن ان نروح السماء الله اعلم بالظبط يعني ما شوف ممكن ممكن يعمل كل حاجه لكن يجي في النهايه يقول لك انا مش ضامن انا ممكن ابقى رجل جوه والاقي نفسي بره انما انما المسيح هو اتم الخلاص خلصنا ليس متوقف على ما نعمله خلصنا متوقف على ما عمله المسيح من اجلنا بولس يقول ونحن نعلم بالظبط نعلم يعني يقين. اللي عمله المسيح من اجلنا هو واحنا قبلنا هذا العمل م. واحنا قبلنا عمل المسيح فاللي عمل المسيح من اجلنا هو اللي خلصنا مش كده بول بطرس يقول ايه وليس باحد غيره الخلاص ما خلاص اخر بعيدا عن يسوع المسيح مم. لو انت عملت مهما عملت انت مازلت في خطاياك انت مازلت ميت في خطاياك لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص الخلاص الوحيد هو في شخص يسوع المسيح، الذي على الصليب قال قد أكمل, أكمل. شو بقى يسوع المسيح قال إيه عن نفسه، م. وقارن دون بأي حد تاني عاش على هذه الأرض. المسيح قال أنا هو خبز الحياة. أنا هو خبز الحياة. يعني اللي, اللي بيعرفني يتقابل معي يشبع يشبع المسيح قال انا هو نور العالم يا yeah. كل انسان بيعيش بعيد عن المسيح عايش في الظلمه والنور يضيء في الظلمه والظلمه لا تدركه لم تدركه المسيح اتى هو الوحيد نور العالم ما فيش حد مهما كان لا بوذا ولا محمد ولا اي فيلسوف قال انا هو نور وانا هو يعني خبز الحياه المسيح وحده أنا هو نور العالم. والكتاب بيقول لنا الله نور. ومزمور أيضاً يقول لنا إيه؟ الرب نوري وخلاصي من من أخاف. م. فلما المسيح يقول أنا هو نور العالم يبقى هو مين؟ هو الله. هو النور ذاته. هو النور ذاته. أنا هو الراعي الصالح. الراعي الصالح وقال لنا حاجة جميلة جداً. الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراب. في في رعاة بس مفتريين في رعاة بيعذبوا بي بي الغنم في رعاة بيسلبوا الغنم في رعاة بيدوسوا على الغنم لاجل مصالحهم ده راعي اجير زي ده ر... بالظبط في راعي اجير في لص <applause> بيسرق الخراف اما المسيح يسوع فهو الراعي الصالح <applause> الذي يبذل نفسه على الخراف انا هو الباب ما حدش يقدر يدخل الى السماء الا من خلالي انا هو الباب انا هو القيامه والحياه ان كنت بتدور على القيامه ان كنت بتامل في قيامه الاموات ان كنت عايز تعيش الى الابد المسيح يسوع قال انا هو القيامه والحياه انا هو الطريق والحق والحياه ده اللي قاله الرب يسوع انا هو الطريق والحق والحياه مش انا هرشدكم الى الطريق لا انا هو الطريق ومش انا هرشدكم الى الحق ده انا هو الحق ومش انا هرشدكم الى الحياه ده انا هو الحياه وفي الاخر قال انا الكرمة الحقيقيه وابي الكرام ده صوره مختصره عن يسوع المسيح، ولاجل هذا لا يمكن ان تكون عقيده المسيح والعقيده الايمان المسيحي عقيده فاسده، لكنها عقيده من الله يسوع المسيح الذي ظهر في الجسد. ما اجمل الكلام في كل ما يتعلق باروع شخص. طبعا. حقيقه يعني، ولو كل نقطه من اللي حضرتك ذكرتها دي يعني وقفنا قدامها ممكن ناخد فيها سنين. مش حلقات سنين يعني لو خدنا انا هو خبز الحياه دي ممكن نقعد فيها سنين صح ف زي ما ذكرت كده يعني انا بختم كلام الكلام بنفس اللي قاله الدكتور اشرف عن انه فعلا هو هو كل شيء م. هو كل شيء ليك وهو قال انا معكم كل الايام وإلى الى انقضاء الدهر مين يقدر يقول كده الا اذا كان هو حي وهيفضل حي أمين اترككم في رعاية الرب يسوع المسيح الى ان نلتقي نلتقي معكم في حلقه قادمه